تقلت في الاكل ولا ايه؟ لا ما تقلتش ولا حاجه، ممكن بس اليوم كان بادئ بدري ف حمدت بدري. طيب مش ناوي تطلع معانا رحلات تاني ولا من اخر مره خلاص حرمت؟ لا هطلع، بس ممكن المره الجايه اجيب معايا اخواتي بقى. اخواتك؟ اوكي. بقول لك ايه، هي نور مخطوبة من بدري؟ لا نور مش مخطوبة أصلا. عليك كلام العيلة حياتك. لا يعني على اعتبار إن هم قربوا يتخطبوا. بس شكلهم بقى لهم كتير مع بعض. بقى لهم مثلا تقريبا داخلين في سنة. سنة؟ طب وأنت؟ أنا إيه؟ أنت مصاحب في حد؟ إيه نظامك؟ مفيش يعني. لا يعني لو مش حابب تتكلم في الموضوع براحتك على فكره. لا لا خالص والله مش فكره كده، بس كنت مصاحب وفركشت، بس الكلام ده كان من سنه تقريبا. اوكي. طيب وايه اللي حصل؟ ما حصلش. متهيألي ما كانش في حد فينا بيحب التاني اصلا. ما كانش ليها لازمه من الاول يعني. وانا كمان لسه سايبه صاحبي من قريب. غريبه، واحده بتقول ان هي كانت مصاحبه وسابت صاحبها. لا ايه الغريب في كده؟ انا عاده البنات بيبقوا عاملين فيها الكيوت اللي ما بتنزلش من البيت من غير بابي ومامي، وكرفوا الساعه 9 ونص او 10 ونص مش عارف ليه. بص هو از لونج ان انا مش بعمل حاجه غلط ليه اخبي؟ صح؟ حلو ده. حلو. هو انا كده مش صح؟ صح قوي. صح. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.